واحنا لاحظنا الحقيقه الانخفاض في عدد الحالات خلال يومين، واتوقع ان في خلال اسبوع من النهارده، لان في فتره حضانه الميكروب اللي بيبقى موجود في المعده بياخد ما بين 3 لـ5 ايام، وبالتالي في خلال اسبوع هتبتدي الحالات تنحسر بشكل كامل، وبدانا بالفعل نلاحظ ده من امس. طيب، محافظه اسوان فيها اسوان وادفو وكومامبو ونصر النوبه ودراو، فيها 116 قريه، فيها 377 نجم. اذا هي محافظه ليست صغيره، فالاعداد اللي احنا بنتكلم فيها مقارنه بحجم المحافظه وتوسعها دي اعداد تعتبر بسيطه جدا، ولكن لها كافه الرعايه ولها كافه الاهتمام على كافه مستويات الدوله. الاجراءات اللي تم اتباعها منذ بدانا في تلقي البلاغ الاول يوم 2/16 كان الحقيقه يوم 17/9 من خلال تشكيل لجنه من اداره الطب الوقائي والترصد البيئي بوزاره الصحه برئاسه نائب الوزير اللي انتقل فورا هو وفريق العمل معاه الاداره المركزيه للشؤون العلاجيه والاداره المركزيه للرعايه العاجله والحرجه، وتم التواصل مع معالي وزير الاسكان اللي تم تشكيل فريق عمل ضخم من وزاره الاسكان والشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، وايضا التواصل فورا مع معالي المحافظ اللي من خلال الاجهزه التنفيذيه للمحافظه بكل قطاعاتها بدات تتعاون. خليه العمل دي يمكن حضراتكم درستوا وشفتوا لما ست المحافظ بيجتمع معاهم تقريبا على مدار اليوم عشان تدير كافه الامور الخاصه بالوقوف على اسباب نزلات المعويه ايا كانت حتى لو عددها بسيط. وبالتالي عملت هذه اللجان بشكل متكامل. انا عايز اقول لكم ان ما يتردد على التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المغرضة من إشاعات ومن بيانات لا أساس لها من الصحة، احنا بنتكلم على نسب إشغال النهاردة في المستشفى 37%، ودي من أسرة الأقسام الداخلية، وحوالي 60 لـ65% من أسرة الرعاية المركزة، وده النسب المتعودين عليها في نفس الوقت ده من كل سنة، يعني لا هناك جديد في هذا التوفير. من يطلق أن هو هناك زحمة في المستشفيات ولا يوجد أماكن، كل ده طبعا كلام يعني مغرضين ولا أساس له من الصحة، وحضراتكم موجودين معنا في مستشفى، وأنا قصدت أن احنا نعمل هذا المؤتمر المستشفى عشان تقدروا تطلعوا في أدوار كاملة لا يوجد فيها مرضى بالكامل.